أهلا بكم مرة تانية في كورس هواوي أكسس نتورك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد ألا وهو التريبل بي والتريبل بي أوفر إيثرنت. قبل ما نخش على التريبل بي والتريبل بي أوفر إيثرنت، تعالوا نشوف إحنا عملنا إيه المرة اللي فاتت. إحنا عملنا ببساطة جدا، ضفنا كلاس A أو إن تي 1 و2 وكلاس B أو C أو إن يو اللي كان موجود عندنا. طبعا كان نوعه إم إيه 5620، وكلاس A كان نوعه زي ما إحنا شايفين إتش جي 8245 H، وده من أشهر الـ ONT اللي موجودة عند هو. بدأنا بعد كده نشوف الفرق الجوهري ما بين كلاس A وكلاس B و CONU. عرفنا أن كلاس A هقدر أضيفه بسهولة جدا، عملنا طبعا الـ DBA بروفايل وعملنا اللاين بروفايل وبعدين عملنا السيرفيس بروفايل، بعد كده ضفنا الكلاس A ONT على الـ OLT اللي موجودة عندنا عن طريق مين؟ عن طريق الـ OMCI. اما كلاس بي او سي قدرنا نعمل نفس الكلام بالظبط، ولكن مع اختلاف ان انا ما كانش عندي سيرفيس بروفايل موجود عندي. يعني هنا كان سيرفيس بروفايل في كلاس اي او ان تي، اما كلاس بي او سي ما كانش فيه سيرفيس بروفايل. وظهر عندنا برضو مشكله ان احنا قلنا ان كلاس اي او ان تي اقدر اخش من خلاله وانا قاعد جنبه، يعني اقدر احط كابل اليو تي بي اللي موجود عندي واقدر اعمل لوجن عليه واقدر اعمل الكونفيجريشن اللي انا عاوزه عليه. اما كلاس بي او سي او ان يو ده ديفايس اقدر اخش عليه ريموتلي فقط. طب الحل ايه؟ الحل طبعا ظهر عندنا ان انا لازم اظبط المانجمنت او الام باند مانجمنت زي ما احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. ظهر عندنا ان كلاس بي او سي او ان يو هو نفس الكونفيجريشن الخاص بكلاس اي او ان تي، ولكن ظهر عندي المشكله اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الخاصه بايه؟ بالام باند مانجمنت. زي ما اتفقنا قلنا ان كلاس بي او سي او ان يو اقدر اخش عليه ريموتلي من الاو ال تي او منين؟ او من الان ام اس الموجود عندنا. وقلنا عشان افرق ما بين الداتا الخاصه بالمانجمنت والداتا الخاصه باليوزرز اللي طلع على نفس الكابل هنا، عملنا ايه؟ عملنا VLAN اللي هي كانت الخاصه بالمانجمنت، وقدرنا ندي هنا اي بي ادرس، وقدرنا نخش على الاو ان يو هنا وادينا له اي بي ادرس، وعملنا الفيلان 500 الخاصه بالمانجمنت، وعملنا طبعا التي كونت 0 والجيم 0 والفيلان 500، كل دول خاصين بالمانجمنت عندنا. وقدرنا طبعا نعمل استاتيك روت ما بين هنا وهنا، يعني ما بين الاو ان يو والسويتش اللي موجود عندنا. ممكن برضو ما عملش استاتيك روت، عملنا ايه؟ اهم حاجه عندنا السيرفيس بورت اللي كان موجود عندنا. السيرفيس بورت ده كان بيربط البورت اللي موجود هنا بالبورت اللي موجود هنا بالبورت اللي موجود عندي او الكلاس بي او سي او ان يو بالجيم 0 بالفيلان 500. يبقى انا كده عملت ايه؟ ضفت كلاس A O N T ببساطة جدا عن طريق الـ O M C I، ضفت الكلاس B أو C O N U عن طريق الـ Simple Network Management Protocol، الاتنين نفس الكونفجريشن بالظبط مع اختلاف إن كلاس B أو C مفهوش إيه؟ مفهوش الـ Service Profile اللي موجود عندي، وزودنا فقط الـ إيه؟ الـ Inband Management الخاصة بالـ O L T هنا والـ O N U هنا، ولو جينا بصينا هنلاقيها نفس الكونفيجريشن. طب جميل جدا. موضوع النهارده احنا زي ما اتكلمنا على التريبل بي او تريبل بي اوفر ايثرنت، يعني ايه؟ ببساطه جدا بعد ما ظبطنا السيرفيس اللي موجود عندي، يعني كلاس اي او ان تي شايل تي كونت 2 مثلا وجيم 2 وفي لان 11، ما اتكلمناش خالص على السيرفيس اللي طالعه من هنا، يعني الديفايس اللي بيطلع لي ايه؟ اللي بيطلع لي الفريم اللي موجود عندي. لو خدنا مثلا مثال بسيط جدا الا وهو جهاز البي سي اللي عندي ده. جهاز البي سي اللي عندي ده كان بيطلع ايثرنت فريم انتاجد طبعا، وبعدين بياخد تاج في لان 11 وبعدين جيم 2 وبعدين تي كونت 2 وبعدين يمشي ب دي بي اي بروفايل رقم 1 22 زي ما احنا شايفين هنا كده بالظبط. انا بتكلم على الانترنت اكسس اللي موجود عندنا. طيب جميل جدا. طب ازاي بقى الديفايس ده هيبدا يخش على الانترنت اللي موجود عندنا؟ في حاجه اسمها تريبل بي وتريبل بي اوفر ايثرنت. دول خاصين بايه؟ دول خاصين ان هم بروفايد الانترنت اكسس او الهاي سبيد انترنت اكسس في حاله ايه؟ في حاله الدي اس ال مثلا او في حاله الجي بون زي ما احنا موجود عندنا النهارده. يعني ايه برضو؟ يعني لازم البي سي اللي موجود عندنا ده يبدا ياخد طبعا ايه؟ يبدا ياخد اي بي عشان يقدر يخش على الانترنت،
ويقدر يعمل ايه؟ ويقدر يعمل اوثنتيكيشن عشان يقدر برضو يخش على الانترنت. بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيعمل الكلام ده عن طريق التريبل بي اوفر ايثرنت. طب بيروح يكلم مين؟ هل بيروح يكلم الاو ال تي اللي موجود عندي، ولا بيكلم السويتش ده، ولا بيكلم الراوتر، ولا بيكلم البي راس؟ لا، هو بيكلم البروت باند ريموت اكسس سيرفر عندنا. يبقى البروت باند ريموت اكسس سيرفر عندنا ده سيرفر موجود عندنا، وظيفته ايه؟ وظيفته بيبقى فيه داتابيز فيها اليوزر نيم والباسورد الخاصين بكل العملاء اللي موجودين عندي في النتورك. يعني الديفايس ده عايز ياكسس الانترنت لازم يروح ياخد اي بي منين؟ من البي راس ده، ولازم يعمل ايه كمان؟ ولازم يخش عن طريق اليوزر نيم والباسورد. زي ما احنا عندنا دلوقتي كلنا بناخد اليوزر نيم والباسورد من الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي احنا شغالين عليه، وبنبدا ندخله على الراوتر اللي عندنا عن طريق ايه؟ ونفتح سيشن اسمها تريبل بي اوفر ايثرنت. ده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هنعرف ازاي الديفايس ده هيبدا يكلم البي راس اللي موجود عندنا، ايه هي النيجوشيشن اللي بيحصل عشان الاثنين يكلموا بعض، ازاي هياخد اي بي، وازاي هنعمل الكلام ده كله. تعالوا نشوف احنا هنعمل الكلام ده ازاي. زي ما احنا شايفين كده انا عندي تو بروتوكول، واحد اسمه تريبل بي يعني بوينت تو بوينت، وتريبل بي اوفر ايثرنت. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم. اول حاجه عندنا هنبدا بيه التريبل بي. التريبل بي ده كان بروتوكول خاص ان هو يبدا ينقل الداتا من نقطه الى نقطه تانية. طب جميل جدا، يعني ايه ينقل الداتا من نقطه لنقطه تانية؟ يعني ده بروتوكول موجود في الداتا لينك لاير. زي ما احنا فاكرين قلنا ان الداتا لينك لاير هي المسؤوله عن ايه؟ هي المسؤوله عن نقل الداتا على الفيزيكال ميديم. امتى هبعت الداتا وامتى اعمل لها انكريبشن وديكريبشن والكلام ده كله. طيب جميل جدا، التريبل بي بروتوكول ده من مسؤول عن نقل الداتا زي ما احنا شايفين كده على اللان تكنولوجي، وعندي منه نوعين تريبل بي وتريبل بي اوفر ايثرنت. بستخدمهم في ايه؟ بس بيستخدمهم الجماعه بتوع الانترنت سيرفيس بروفايدر عشان يقدروا يدوا اليوزر نيم والباسورد الخاص بكل يوزر في المالتي ايه؟ المالتي اكسس نتورك او المالتيبل يوزر عندنا باستخدام ايه؟ الديجيتال سبسكرايبر لاين عندنا، او كيبل مودم او وايرلس كونكشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا مجموعه من اليوزرز كتير جدا عايزين كلهم يخشوا على الانترنت، لازم اعمل لهم اوثنتيكيشن باستخدام اليوزر نيم والباسورد، وعايز ابعت لهم في نفس الوقت او هم بيكلموني برضو في نفس الوقت، ببدا استخدم ايه؟ بستخدم التريبل بي مثلا اوفر ايثرنت. تعالوا نشوف اول حاجه عندنا الا وهي التريبل بي. تريبل بي بروتوكول زي ما احنا شايفين كده هو بروتوكول موجود في الداتا لينك لاير، مسؤول عن نقل الداتا من نقطه الى نقطه ثانيه، وشغال طبعا فول دوبلك سينكرونس او اسينكرونس عندنا. اول حاجه عندنا هنعرف يعني ايه التريبل بي والانكابسوليشن. الداتا بتتنقل عن طريق التريبل بي بروتوكول ازاي؟ يعني ايه؟ يعني الداتا اللي فوق دي كلها بتخش جوه التريبل بي بروتوكول عندنا ازاي؟ ده طبعا بروتوكول من ضمن الداتا لينك لاير زي الايثرنت عندنا بالظبط. ما كان عندي هنا ايثرنت فريم، ده كان نوع من انواع البروتوكولات اللي بتنقل الداتا، اللي بياخد كل الداتا عندنا يحطها في ايثرنت. اما التريبل بي بروتوكول ده بروتوكول لوحده بياخد كل الداتا اللي فوق يعمل لها انكابسوليشن. عندنا في حاجه اسمها لينك كنترول بروتوكول هنعرفها بالتفصيل، نتورك كنترول بروتوكول خاصين بالتريبل بي بروتوكول هنعرفهم برضو بالتفصيل. ده شكل الفريم الخاص بالتريبل بي بروتوكول. هنا الداتا اللي جايه من الابر لاير من التي سي بي اي بي موديل اللي عندنا، سواء كان جاي من الابلكيشن او ترانسبورت او النتورك، تبدا تخش في الداتا لينك لاير، تبدا تخش عندنا هنا. ده يهمني طبعا هنا، ويبدا برضو يهمني ايه؟ البروتوكول فيلد اللي موجود عندنا هنا. لو جينا بصينا كده ده البروتوكول فيلد، لو 0x0021 يبقى انا شايل ايه؟ شايل اي بي داتا باكت. اتفقنا ان هنا بشيل كل الداتا اللي جايه لي من فوق. انا الداتا اللي جايه لي من فوق ايه؟ جايه لي ممكن تكون جايه لي من نتورك لاير، يبقى انا شايل اي بي باكت على طول. يبقى الداتا فيلد عندنا هنا هيبقى الرقم ده. طب لو انا باعت ال اس بي داتا باكت يبقى انا شايل 0xC021، لو شايل ان سي بي داتا باكت يبقى انا شايل، يبقى انا ايه؟ البروتوكول فيلد عندنا 0x8021 اللي هو موجود ده. تعالوا بعد كده نشوف ايه هي الستيتس ترانزيشن دايجرام الخاصه بالتريبل بي بروتوكول.
اول حاجه عندنا ببساطه جدا، انا عندي تو راوترز مسؤولين ان هم يكلموا بعض. احنا عندنا اسم البروتوكول ايه، بوينت تو بوينت، يعني من نقطه الى نقطه تانية. يعني عندي الراوتر الاولاني عايز يكلم الراوتر الثاني اللي موجود عندنا. ده طبعا تريبل بي بروتوكول في الوان تكنولوجي، شغال على السيريال بورت، يعني الراوتر الاولاني واصل بالراوتر الثاني عن طريق السيريال بورت اللي موجود عندنا، يبقى دي وان تكنولوجي طبعا. طيب جميل جدا، الراوتر الاولاني عايز يكلم الراوتر الثاني، تمام، وعايز يعمل ايه، وعايز يبعت الداتا من الراوتر ده الى الراوتر ده، هيمر طبعا بثلاث مراحل عندنا. حاجه اسمها ايه، لينك كنترول بروتوكول باكيت، يعني الاول بينيجوشيت البارامتر اللي موجوده ما بينهم، بعد كده بيخشوا في مرحله الفيريفيكيشن فيز اللي هي مرحله الاوثنتيكيشن، بعد كده بيبداوا نتورك لاير بروتوكول فيز عندنا، بعد كده اي واحد فيهم طبعا يقدر يعمل ايه، ترمينيشن فيز او ترمينيت الباكت اللي موجوده عندنا. تعالوا نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. اول حاجه عندنا اللي هي ال LCP data packet، ده الانفورميشن فيلد اللي كانت موجوده عندنا، ودي البروتوكول فيلد اللي هي ديت، دي ال LCP data packet 0xc021. يبقى انا كده باعت ايه، باعت LCP data packet. فين ال LCP data packet اللي هي كانت اول حاجه عندنا هنا، شكلها عامل ازاي؟ ادي كده ال LCP data packet عبارة عن information field و 0xc021. يهمني هنا ايه؟ يهمني جوه ال information field الداتا. طب يهمني ايه جوه الداتا؟ هي التايب فيلد اللي موجود عندنا ده. تعالوا نشوف ايه هي الداتا اللي بتتنقل ما بين الراوتر الاولاني والراوتر الثاني. عندي الاثنين طبعا، اول حاجة في حاجة اسمها link configuration packet، يعني الاثنين بيكلموا بعض الاول ويبداوا يتفقوا على البارامتر اللي كل واحد بيكلم الثاني بيها. بعد كده في لينك ترمينيشن باكيت، ان هم يبعتوا باكيت خاصه بالترمينيشن، يعني يقفل السيشن اللي هي مفتوحه ديت. وفي لينك مينتيننس باكيت، ان هم يعملوا ايه، يعملوا مينتيننس ما بينهم هم الاثنين. تعالوا نشوف الكلام ده بيتم ازاي. اول حاجه عندنا ايه هي البارامتر اللي ممكن تو راوتر عايزين يكلموا بعض باستخدام التريبل بي يبداوا يكلموا بعض بيها. طبعا اهم حاجه في البارامتر هي الاوثنتيكيشن بروتوكول والماجيك نمبر ده والكواليتي بروتوكول. تعالوا نشوفهم بالتفصيل. اول حاجه عندنا ده الراوتر الاولاني وهنا الراوتر الثاني، واصلين بالسيريال بورت زي ما احنا اتفقنا، وده بروتوكول موجود في الوان تكنولوجي اللي هو التريبل بي. الراوتر الاولاني عايز يبعت الداتا للراوتر الثاني، مش هيبعت له الداتا طبعا مباشره كده. ايه اللي هيحصل؟ الاثنين هيتفقوا على ايه، على البارامتر. فانهي مرحله في لينك كونفيجريشن باكت اللي هي انهي، اللي هي المرحله دي ال سي بي باكت. يبقى الاثنين هيكلموا بعض الاول عن طريق ال سي بي باكت اللي موجوده عندنا. اول حاجه عندنا ايه اللي هيحصل، الراوتر الاولاني هيبعت كونفيجريشن ريكويست، يعني هيقول له مثلا ايه، هيقول له الاوثنتيكيشن بروتوكول اللي انا بتكلم بيه كذا، الماكسيمم ريسيف يونت كذا، والكواليتي بروتوكول اللي انا بشتغل عليه كذا، والماجيك نمبر هو عباره عن ايه، البروتوكول فيلد مثلا كومبريشن الداتا اللي فيه عباره عن ايه. يبقى الاثنين بيتفقوا الاول على البارامتر اللي يكلموا بعض بيها. طب جميل جدا، لو راوتر بي مستقبل كل البارامتر اللي هنا وهو يقدر يشتغل بيهم، يعني مثلا ايه، راوتر ايه قال له انا بعمل اوثنتيكيشن باستخدام الباب، الراوتر بي باب او تشاب طبعا هنشوفهم دلوقتي، راوتر بي قال له تمام انا بشتغل بنفس الاوثنتيكيشن وبدعم الاوثنتيكيشن اللي اسمه باب، ايه اللي هيرد عليه؟ هيرد عليه بكونفيجريشن اك، يعني تمام البارامتر اللي موجوده عندنا احنا الاثنين شغالين بيها ونقدر نكلم بعض عندنا. طب جميل جدا، طب لو راوتر ايه بعت كونفيجريشن ريكويست لراوتر بي وراوتر بي ما بيدعمش مثلا نوع من انواع الاوثنتيكيشن اللي راوتر ايه بعتها له، هيقول له ايه، كونفيجريشن ناك، يعني ايه، يعني لا انا ما بشتغلش بهذه الاوثنتيكيشن مثلا. ايه اللي هيحصل، راوتر ايه هيبدا يعدل الاوثنتيكيشن ديت، راوتر بي يرد عليه يقول له تمام يلا تعالى نبدا نتكلم مع بعض. بعد كده لو انا عندي هنا الكونفيجريشن ريكويست، راوتر ايه بعت الكونفيجريشن ريكويست واتفق على البارامتر مع راوتر بي، راوتر بي مثلا لقى ان كل الكونفيجريشن ريكويست دي هو ما يقدرش يشتغل بيها، ايه اللي هيحصل؟ هيبعت له كونفيجريشن ريجكت. بعد كده طبعا هيبدا يعدل كونفيجريشن ريكويست، يعدل كل البارامتر، وبعدين يبعت ايه، يبعت كونفيجريشن اك، راوتر
طبعا وهو بيبعت كونفيجريشن ريجكت بيبدا يقول له ايه هي البارامتر اللي انا اقدر اشتغل بيها عشان هو يبعتها له تاني. طب تعالوا نشوف ميكس ما بينهم كلهم. اول حاجه كونفيجريشن ريكويست، انا بعت البارامتر ده مش موافق على البارامتر كلها، هيبعت له كونفيجريشن ريجكت. بعد كده بعت كونفيجريشن ريكويست، عدل مجموعه من البارامتر، فهنا قال له لا في بارامتر انا ما اقدرش اشتغل بيها فبعت له كونفيجريشن ناك. بعد كده قام معدل كونفيجريشن ريكويست تاني. بعد كده الاثنين بداوا يتكلموا مع بعض. كده انا خلصت مرحله ايه؟ لينك كونفيجريشن باكيت اللي هي ال LCB باكيت. بعد كده طبعا ده نوع من انواع البارامتر اللي يقدروا يشتغلوا بيها. ايه هي؟ حاجه اسمها الماجيك نمبر. الماجيك نمبر ده بيكريت الراوتر الاولاني اهوت، وادي راوتر كمان عايزين هما الاثنين يكلموا الراوتر ده. كل راوتر بيكريت حاجه اسمها ماجيك نمبر. ماجيك نمبر يعني ايه؟ اللي هو اما هيساوي واحد هنا واما هيساوي واحد هنا واما باثنين واما باثنين. يعني ايه؟ يعني الراوتر الاولاني ده بعت كونفيجريشن ريكويست باكيت بي اي دي رقمها واحد وماجيك نمبر هيترد عليها برقمها واحد، هيبعتها للراوتر ده. ايه اللي هيحصل؟ هيبعت تاني بكونفيجريشن ريكويست اي دي بواحد واما هيساوي واحد. يعني ايه؟ يعني الماجيك نمبر ده عباره عن ايه؟ عباره عن رقم كل راوتر بيكريته عشان لما الراوتر ده يستقبل الكونفيجريشن ريكويست اللي موجوده عن هنا يبص على الماجيك نمبر. لو لقاه عنده قبل كده ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يديسكارد الريكويست ده عشان ما يحصلش ايه؟ عشان ما يحصلش لوب للريكويست اللي موجود عندنا. يبقى الراوتر الاولاني بعت الداتا ليه الراوتر الثاني او بعد كونفيجريشن ريكويست، الراوتر ده بيبدا يبص على الماجيك نمبر اللي موجود عنده. لو لقاه متسيف عنده قبل كده يعني الريكويست ده وصل له قبل كده من الراوتر ده. ايه اللي هيحصل؟ هيقوم عامل ديسكارد للريكويست ده. طب لو ما لقوش متسيف عنده ايه اللي هيحصل؟ هيبدا طبعا يستقبل الريكويست ده ويرد عليه. يبقى الماجيك نمبر ده بيبدا يحل ايه؟ يحل مشكله اللوبينج عندنا في الريكويستس اللي طالعه من الراوتر. طيب جميل جدا، بعد ما اتفقنا على ال LCB باكيت وعملنا نيجوشيت للبارامتر اللي موجوده ما بيننا احنا الاثنين، هنبدا نخش في مرحله ايه؟ المرحله الثانيه اللي هي خاصه بالاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن عندي فيه نوعين، في نوع اسمه باب وفي نوع اسمه تشاب. ده النوع الثاني. اول حاجه الباب، الباب ده الراوتر اللي عايز يعمل اوثنتيكيشن، وده الراوتر اللي بيعمل اوثنتيكيتنج، يعني ده الراوتر اللي عنده الداتابيز بتاع اليوزر نيم والباسورد كلها بتوع الراوترز التاني. ايه اللي هيحصل؟ راوتر ايه بعد ما اتفقوا على ال LCP باكيت اللي هي لينك كونفيجريشن بروتوكول واتفقوا مثلا ان هما الاثنين يتكلموا بالباب اوثنتيكيشن، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه راوتر ايه هيبعت يوزر نيم والباسورد بتوعه ان بلين تكست، يبعتهم لمين؟ لراوتر بي. راوتر بي يبص عنده في الداتابيز، لو لقاهم هما الاثنين نفس اللي كانوا موجودين وبعتهم له قبل كده ايه اللي هيحصل؟ هيبعت له ايه؟ هيبعت له ريسيف اليوزر نيم والباسورد والاوثنتيكيشن تم. من عيوبه طبعا ان اليوزر نيم والباسورد بيتبعتوا ان بلين تكست، مش حاصل لهم ايه؟ اي انكريبشن عندنا. ثاني حاجه عندنا الا وهي ايه؟ الا وهي التشاب اوثنتيكيشن. ده عباره عن 3 واي هاند شيك زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه عندنا في رساله اسمها تشالنج بتتبعت، بعد كده في ريسبونس، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يا اما ريسيف يا اما ريجكت. يعني ايه؟ يعني الراوتر بي ده بيبعت اليوزر نيم الخاص بمين؟ براوتر ايه، وبيبعت معاها باكت طبعا موجوده عندنا. اللي بيحصل راوتر ايه بيبدا يستقبل اليوزر نيم الخاص بيه، وبعدين يعمل ايه؟ يعمل انكريبت للباكت اللي كانت جايه ديت عن طريق ايه؟ عن طريق الكي اللي موجود عنده ومحفوظ عنده. طبعا الكي هنا نفس الكي اللي محفوظ هنا الخاص براوتر ايه. يبقى انا عملت هنا انكريبت للداتا اللي جايه لي من راوتر بي عن طريق الكي اللي موجود عندنا، ويبدا يبعت ريسبونس باكت اللي هي ام دي 5 انكريبتد باكت لمين؟ للاوثنتيكيتنج بارتي اللي هو بي. راوتر بي يبدا ياخد الانكريبتد باكيت ديت. طبعا هو عنده ايه؟ عنده نفس الكي الخاص بمين؟ براوتر ايه في الداتابيز اللي موجود عندنا. يبدا يعمل ايه؟ يبدا يديكريبت الباكيت ديت ويطلع منها الهوست نيم الخاص براوتر ايه. طبعا هيلاقي نفس الهوست نيم اللي كان موجود عنده، اذا يبقى انت ايه؟ يبقى انت اوثنتيكيتد
بارتي موجود عندنا، ويبدا يعمل له ايه، يقول له ريسيف ان الداتا اللي جات لي ريسيف، ويبدا هما الاثنين يتكلموا مع بعض. دي تاني خطوه عندنا من خطوات ايه، الاوثنتيكيشن. يبقى انا عندي اوثنتيكيشن اسمه باب، ده تو واي هاند شيك، وثري واي هاند شيك اللي هو التشاب. يا اما اشتغل بده، يا اما اشتغل طبعا بالتشاب اللي موجود عندنا. يبقى انا كده خلصت لينك كونفيجريشن بروتوكول اللي اتفقنا فيهم على البارامتر، بعد كده عملنا الاوثنتيكيشن، بعد كده بقى هنخش على النتورك كونفيجريشن بروتوكول. الا وهو ايه؟ الا وهو ان راوتر ايه ده محتاج بعد ما اخلص ال ال سي بي باكيت، وبعد ما اخلص الاوثنتيكيشن محتاج ياخد ايه؟ محتاج ياخد اي بي. الاي بي بياخده ازاي؟ عن طريق ستاتيك ادرس نيجوشيشن. راوتر ايه اهوت، ده الاي بي بتاعه كذا، بيبعت ايه، بيقول له ماي اي بي ادرس از 192.168.0.1. الثاني هيرد عليه يقول له تمام انا عارف. بعد كده هيرد عليه ده طبعا يقول له الاي بي ادرس بتاعي هو ده. بعد كده هيقول له اي نو. يبقى انا كده عملت ايه، ستاتيك اي بي ادرس. طب هل في دايناميك؟ ايوه طبعا في دايناميك، ده خاص بيه اهوت، ان هيقول له الماي اي بي ادرس از 0000، ده طبعا اللي بيدي الاي بي هات اللي عندنا. هيقول له ان الاي بي ده غلط، استخدم مين؟ استخدم 192.168.0.1. يبقى ده هو اللي اساين مين؟ اساين الاي بي الى راوتر A. بعد كده هيقول له ماي اي بي ادرس ده، هيقول له اي نو، وهيبعت له طبعا الاي بي ادرس بتاعه. يبقى احنا كده خلصنا الثلاث حاجات الخاصه بايه؟ الثلاث حاجات الخاصه بايه؟ اللينك كونفيجريشن بروتوكول، والاوثنتيكيشن، والنتورك كونفيجريشن بروتوكول. وانس الاثنين خدوا اي بي هيبداوا يبعتوا الداتا طبعا عن طريق مين؟ التريبل بي بروتوكول. طب جميل جدا، ظهر عندي مشكله هنا. التريبل بي بروتوكول احنا اتفقنا ان هو من نقطه الى نقطه، ولكن انا عندي زي ما اتفقنا هنا كده، زي ما اتفقنا هنا، انا عندي هنا مش من نقطه الى نقطه، لان انا عندي هنا ايه، عندي سويتش. يعني الديفايس ده بيبدا يبعت الداتا عن طريق الجيم، ويبدا يتعمل لها انكابسوليشن، ويتشال الجيم، وتبدا الداتا تطلع هنا في السويتشد ايه، السويتشد ايثرنت اللي موجود عندنا. هيقابلني مشكله طبعا ان التريبل بي كان بيتكلم من نقطه الى نقطه مثلا، يعني من الراوتر ده ليه راوتر بعده واصل بيه الوان بورت اللي موجود عندنا. اما هنا انا شغال في ايه، شغال في سويتش ايثرنت، يعني الداتا بتطلع هنا وتروح للمسار بتاعها. طب الحل ايه؟ الحل اللي انا استخدم تريبل بي اللي انا كنت مستخدمه قبل كده اوفر ايه، اوفر ايثرنت اللي موجود عندنا. تعالوا نشوف الكلام ده هيتم ازاي. يبقى تريبل بي اوفر ايثرنت انا طبعا ببدا استخدمه في السويتشد ايثرنت وليس من نقطه الى نقطه. يبقى الداتا اللي هي خاصه بالتريبل بي اللي احنا اتكلمنا عليها كل اللي فات ده هتتنقل على ايه، هتتنقل على الايثرنت فريم اللي كان موجود عندنا. تعالوا نشوف كده. فاكرين الايثرنت فريم ده الديستنيشن ماك، وده السورس ماك، وده التايب هنتكلم عن ده طبعا، وادي الداتا الخاصه بمين، التريبل بي اوفر ايثرنت. يبقى انا كده عملت ايه، خدت الداتا الخاصه بالتريبل بي اللي كانت مسؤوله عن نقل او ان الراوتر الاولاني يكلم الراوتر الثاني، ونقلتها عن طريق مين، عن طريق الايثرنت بروتوكول. ده طبعا شكل الداتا عندنا اهوت في سيشن اي دي، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، وده اللينس. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. تريبل بي اوفر ايثرنت بيبدا يمر بثلاث مراحل عندنا، في مرحله اسمها ديسكفري فيز، وفي مرحله اسمها سيشن فيز، وفي مرحله اسمها سيشن ترمينيشن فيز. يعني ايه؟ تعالوا نبص كده. انا عايز الديفايس ده لما اجي اكاريت عليه تريبل بي اوفر ايثرنت عشان ياخد ايه، عشان ياخد الاي بي ادرس بتاعه واليوزر نيم والباسورد من البي راس هنا. طب البي راس هنا واصل بشبكه السويتش نتورك، وواصل هنا بالسويتش نتورك، هيوصل للراجل ده ازاي؟ يبقى اول حاجه عندنا هيبقى في مرحله اسمها ديسكفري. يعني ايه؟ بيديسكفر كل البي راس اللي موجودين عندنا. انا ممكن يبقى عندي هنا بي راس، وبي راس تاني، وبي راس تالت في نفس الايه، في نفس النتورك عندنا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى بيخش في مرحله الديسكفري، بيكلم مين؟ بيكلم البي راسز اللي موجوده عندنا. طب بعد كده، بعد كده هيبدا يفتح معاهم سيشن، بعد كده هيقفل السيشن. طب جميل جدا، تعالوا نشوف مرحله الديسكفري فيز. الديسكفري فيز بيبقى فيهم ايه، بيبقى فيهم مجموعه من الباكتس، الا وهي بادي، بادو، بدر، بادز، بادد. تعالوا نشوفهم عباره عن ايه. اول حاجه عندنا خالص البادي باكت. البادي باكت ادي ديفايس اللي موجود عندي، جهاز البي سي اللي موجود عندي، وعندي ثلاثه بي راس موجودين عندنا. ايه اللي هيحصل؟ الديفايس ده
بيقوم مطلع برودكاست مسج. برودكاست مسج يعني ايه؟ افتكرنا ان البرودكاست مسج يعني بيحط الديستنيشن ماك ايه، بيحطها كلها وحايد. لو فاكرين ايه اللي هيحصل، بيبعت برودكاست مسج ايثرنت فريم عادي خالص، هتطلع هتروح للبي راس ده والبي راس ده والبي راس ده. دي اسمها ايه؟ اسمها انيشال باكيت. عندنا الفاليو بتاعها 09. طب 09 دي بتتحط فين؟ لو رجعنا كده هتلاقيها ايه، هتلاقيها في الكود اللي موجود عندنا ده. طيب جميل جدا. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي اول حاجه عندنا، بعت انيشال باكيت. اول حاجه عندنا اهو، بعت باكيت برودكاست لكل البيروس اللي موجود عندنا. الهدف منها ايه؟ الهدف بيقول انا عايز اعرف ايه هم السيرفر اللي موجودين عندنا عشان اخد منهم الاي بي واخد منهم اليوزر نيم والباسورد عندنا. طب تعالوا كده نبص، اي سيرفر من دول هيرد على ايه؟ هيرد على البي سي اللي موجود عندي ده. اهو افتر ريسيفنج البادي باكيت اول تريبل بي اوفر ايثرنت سيرفر كومبير ذا ايه ذا سيرفيس ريكويستد. هو هنا الديفايس ده بيقول لهم انا عايز السيرفيس الفلانيه، انا عايز اليوزر نيم والباسورد، عايز اخد اي بي. المتاح منهم ويقدر يخدم هذا الديفايس هيبدا يرد طبعا عليه باستخدام ايه؟ استخدام باكيت اسمها بادو باكيت. بادو يعني ايه؟ تعالوا نشوف كده. يعني اسمها بروفيجننج باكيت. يعني ايه؟ اللي هي انت طالب خدمه، طب انا هرد عليك بالخدمه دي. جميل جدا. بعد كده هياخد انهي باكيت؟ هياخد انهي باكيت من دول؟ هياخد اول باكيت هتوصل. جميل جدا. طيب هل ده بيبعت برودكاست باكت وده بيبعت برودكاست باكت؟ لا طبعا، ده بيبعت يونيكاست باكت لان عنده ايه؟ عنده السورس ماك اللي كان مبعوت قبل كده هنا، وده برضو نفس الكلام بيبعت يونيكاست باكت عندنا. الديفايس ده هياخد اول باكت وصلت له، وبعدين هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا ريكويست للباكت ويفتح سيشن مع البي راس ده. تعالوا كده بدر اهي، ريكويست باكيت عندنا. هيبدا طبعا يقول له ايه؟ يقول له طيب انا عايز اخد اليوزر نيم والباسورد الخاصين بيا، وابدا او عايز اعمل اوثنتيكيشن، وعايز اخد اي بي كمان. تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ بادز هيبدا طبعا البي راس عندنا يرد عليه بان تمام السيشن هتتفتح وذا سيشن از سيت اب سكسسفولي، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي بادز سيشن اكنولجمنت. يبقى اول حاجه عندنا الجهاز ده بيبعت باكيت برودكاست دي كل البيراس اللي موجودين عندنا. البيراس المتاح هيرد عليه ببادو اللي هي بروفيجننج. بعد كده هيقول له انا عايز افتح ريكويست معاك، يعني عايز اوثنتيكيت معاك اليوزر نيم والباسورد بتاعي، وعايز اخد اي بي ادرس. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هو يقول له السيشن تمام اتفتحت، يلا تعالوا ايه نعمل اوثنتيكيشن ما بيننا وما بين بعض. ليه انا عملت كل الكلام ده وليه ما عملتوش في التريبل بي اللي قبل كده؟ لان انا شغال ايثرنت زي ما احنا شايفين كده، انا شغال سويتشد ايثرنت، مش واصل بيه دايركت لينك لا دايركت زي كان الوان بروتوكول اللي احنا كنا شغالين بيه في التريبل بي اللي كان عندنا. التريبل بي اللي كان عندنا كان الراوتر الاولاني او البي سي الاولاني واصل دايركت على طول بالراوتر، او الراوتر الاولاني واصل دايركت بالراوتر الثاني، لينك ديديكيتد ما بينهم. اما هنا طبعا انا في السويتشد ايذر. بدت عندنا طبعا لو احنا اي واحد فيهم عايز يترمينيت السيشن اللي كانت مفتوحه، اي واحد فيهم هيبدا يترمينيت ايه؟ يترمينيت السيشن. طيب جميل جدا كده انا خلصت ايه؟ كده خلصت اول مرحله عندنا الا وهي الديسكفري فيز. كده انا عرفت ان في بي راس موجود هنا اهوت يقدر يقدم لي الخدمه اللي كانت موجوده عندنا. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ هنبدا نعمل الثلاث مراحل اللي كانوا خاصين بمين؟ بالتريبل بي اللي كانت موجودين عندنا، اللي هي ايه؟ اللي هي ال سي بي، يبداوا يتفقوا على نيجيشيت البارامتر، ويبداوا يخشوا في مرحله الاوثنتيكيشن باب او شاب، وبعدين يبدا ياخد الاي بي عن طريق ال ان سي بي اللي كانت موجوده عندنا، اللي هي نتورك كنترول او كونفيجريشن بروتوكول. يبقى دول الثلاث مراحل بيتموا بعد ايه؟ بعد ما الاثنين يكونوا شافوا بعض ويكلموا بعض. طبعا كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا التريبل بي والتريبل بي اوفر ايثرنت. انا هستخدمهم في ايه؟ طبعا تعالوا نشوف هنا كده. هبدا بعد اما اظبط الكلاس اي او ان تي اللي انا ضفته زي المحاضره اللي فاتت، وكلاس بي او سي اللي انا ضفته زي المحاضره اللي فاتت برضو، ايه اللي هيحصل؟ هبدا احط فيه الديفايس البي سي اللي عندنا ده، الراوتر
البي راس ده، عنوان البي راس اللي موجود عندنا ده، وهقول له روح كلم البي راس اعمل معاه اوثنتيكيشن وابدا ابعت له اليوزر نيم والباسورد بتاعك سواء هتستخدم باب او شاب، وهو اللي هيديك مين؟ وهو اللي هيديك الاي بي ادرس بتاعنا. اول ما وانس ان هو ياخد الاي بي ادرس بتاعنا ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يخش على الانترنت طبعا عندنا. طب هعمل الكلام ده فين؟ هبدا اخش من البي سي ده للاو ان تي، احنا اتفقنا ان كلاس اي او ان تي اقدر اخش له عن طريق كابل اليو تي بي واحنا واقفين جنبه على طول. هبدا طبعا اخش على كلاس اي او ان تي ده، احط ايه؟ احط جميع بيانات البي راس اللي موجود عندي واليوزر نيم والباسورد كجي او اي عندنا، يعني جرافيكال يوزر انترفيس، زي ما كنت بعمل في الراوتر اللي موجود عندي في البيت. كنت بخش عليه ابدا احط اليوزر نيم والباسورد اللي انا واخدهم من انترنت سيرفيس بروفايدر اللي موجود عندي مثلا اللي انا مشترك معاه، ويبدا على طول اول ما افتح سيشن اسمها تريبل بي اوفر ايثرنت ايه اللي هيحصل؟ يبقى على طول هيبدا يخش على الانترنت. دي ببساطة خالص هي التظبيطة بتاعة الانترنت اللي موجودة عندنا، وهي دي ان شاء الله هتبقى المحاضرة الجاية.